واش نسحقوا لهاد الحلوه؟ نسحقوا 200 غرام مارغرين، صفار حبه بيض وحبه كامله، كاس غير ربع سكر ناعم اللي هو سكر غلاس، كاس غير ربع مايزينا، مغرفه صغيره تاع خميره كيميائيه، لافارين وزوج مغارف تاع العسل وشويه تاع لافاني. نروحوا ديريكتومون نخدموا لا مارغرين. قلت لكم 200 غرام. بالنسبه للناس اللي ما عندهاش الميزان، هنا عندي تاع 500 غرام. ها هوليك نحاول ندير النصف، ها هوليك النص، ومن بعد النص نزيد النحي منه، هكا نتحصل على 200 غرام. يعني ما عندناش ميزان نقدروا كيفاش. ماذا بكم لا مارغرين تاعنا تولي هكا غامولي، خلوها شويه لبرا، خرجوها من الثلاجه. هنا كاس غير ربع سكر غلاس، هاوليك انا صفيه ليكيفالون تاع 60 غرام اللي عندهم الميزان. كلش ماذا بكم يتغربل. نخدم كامله بيدي مليح، ولا باتور ولا بفوي، كل وحده تخدم كيما حبت. انا حنديرها غير بيدي. الزبده شوفوا مع السكر، كي السكر تاعنا بلوتو كي الزبده ديالنا راهي لي غرامولي، شوف شحال جاتنا سهله بالخف ما تخلطت. واش نزيدو دركا حبيبه ولاد الدجاج، وصفار حبيبه واحده اخرى، ونزيدو نخلطو كلش. قريصه تاع الملح، شويه لافاني، وهنا نزيدو زوج مغارف تاع عسيله. بسم الله، هذه المغرفه الاولى هاهي، وهنا المغرفه الثانيه. هنا العسل يعطيني ان كو، واش نقول لكم، هايل لو غاتو تاعي. هنايا ندير الكاس غير ربع تاع المايزينا، كي نخلطها هكذا وتنسجم يعني مع الخليط، نديرو الخميره الكيميائيه. الخميره الكيميائيه هنا مانيش حابه ندير بزاف. هنا شوفوا هاد المغرفه المتوسطه تاع ديسير، ما نعمرهاش كامله، ندير النصف تاعها هكذا برك. مانيش حابه لا فورم تاع الكاطو تاعنا تروح لنا. ونبدا ندير في الفرينه. هنا الفرينه حتى الخليط يولي يعني كيما لي صابلي سوا سوا. هنا الكاس الاول تاع الفرينه، يعني نحاول باش تعرفوا ابوبخي شحال راح يجي فيها. نغربلو بيان سور كي خلطتو، بيان سور نزيد الكاس الثاني، وهنايا نزيدو الكاس الثالث. البنات مازالها محتاجه، بسم الله. ويعني نديرو غير بصبعتينا هكذا، ما نعجنوش، نلموها برك. يعني نفس البرانسيب تاع يعني نفس المبدا في لي صابلي. شوفوا البنات هنايا ثلاثه كيسان راهي مازالها مخصوصه، بصح ماشي بزاف. دائما نقول لكم يعني ولا حبيتوا تريوسيو في لي صابلي يعني، وهذا النوع من الحلويات كي ديروا باغ اكزومبل تقعد شويه تلس خلوها ومن بعد تشرب طيح سوا سوا. كيما انا هنايا يعني خليتها ان بوتي مومون يعني واحد دقيقه ولا، اني نشوف بلي الكاس الرابع ندي منه غير شويه برك، بيسك هذاك هو باش الحلوه ديالنا تجينا يعني ماشي يابسه. ها هوليك ندي قيس زوج مغارف كيف كيف، نعاود ندخلهم غير هكذا. فوالا شوفوا الكاس، شوفوا نزيد كيف كيف واحد زوج مغارف واحد اخرين، يعني نكونو دينا كاس غير ربع. الكاس الرابع دينا منو ربع برك، شوفوا الكاس بلوتو دينا منو ربع، هذاك هو الفارينا. يعني بالغرام تدينا واحد 450، تقدر تروح حتى 500 غرام، سا ديبون يعني لا مارك تاع الفارينا اللي تخدموا بها. انا هكذا الحلوه ديالي راهي ليك واجده، نروحو نخليها ترتاح واحد ربع ساعه برك، ونبداو نخدمو فيها يا الفحلات.
بالنسبه لهاد الصفايا مانويل اللي عجبت بزاف الاخوات، قالوا لي مشيتيها البنات روحوا للساميزون برينتون او من داك يجيبوهم، يعني ماشي دائما تلقاو بصح كي تضربوا دوره ساعه على ساعه كتلقاو هاد الاشياء فريمون تري براتيك. يعني بالنسبه للاسئله اللي جاتني نحاول نجاوب ساعه على ساعه. فوالا البنات نحلو لاباط ديالنا عاديه، انا حليتها اونتر دو بابي هادو كويسون، تحبوا ديروها ما بين زوج ساشيات، المهم باش ما نديروش الفارينه وتشرب لنا لاباط تاعنا لافارين برك. هذا ما كان، تحبوا ديروها ديريكتومون بشويه فارينه يا بات بروبليم. ها هم لي كليمون اللي راح نستعملهم، شوفوا هنا ها هم لي كيفاش جايين، هذا فورم تاع ورده، كاين هكا مدور وكاين هكا قلب. بصح الحاجه اللي في هاد الليمون شوفوا انه كي نديروا باغ اكزومبل هنا ها هم ليك العينين هنا والفم، العينين هنا والفم خارج، ها هوليك شوفوا هكذا، ها هوليك هنا ونتقب انا هنا هكا بنترق شويه نعاود نهبطهم. بصح البروبليم انه نورمالمون كي ندور منا هنا العينين هم خارجين يا خي البنات والفم، بصح هنا نورمالمون يدير لي دائره هذه تجي شويه هابطه فيهم كلي ديفو. انايا لا بياس لي شيتها فيها ديفو، شوفوا كي نزيد نعبز منا ها كيف كيف تنتقب. الوغ انا كيسكو جو في نعاود كلي نسقم لاباط هكا بيدي باش ومن بعد كي ندير لهم شوكولا ولا المعجون يعني يخرج هنا اللون تاع الشوكولا واللون تاع المعجون ويجيني الشكل جميل. سكيفي نرفد هكذا لاباط تاعي غير بالعقل نسعفها باسكو تجي بزاف هشه. ها هي ليك بسم الله شوفوا ها هو الشكل تاعها. هنايا كي تكون لاباط شويه مخصوصه هكذا نسقمها ها هوليك، ومن بعد كيف كيف الاخرى نحطها في ان بلاطو، ومن بعد هذه كيف كيف البنات نرفدها لا ميم مانيير بنفس يعني الطريقه. بصح هنا نحاول هادو ما يخرجوش هكذا باش ندير حبه في حبه. فوالا انا هنا نختار شكل واحد اخر تاع الورده دو بريفيرونس، ها هنا مخارجين نديرو في شويه فارينه كيف كيف بنفس الطريقه هكذا ها هوليك شوفوا. ومن بعد هنا نحاول ما نضغطش بزاف باش العينين ما ينتقبوليش. فوالا ها هوليك نعاود ندير هكذا بيدي ونرفد. شوفوا الوريده شحال تجي جميله، يعني اللي يديروا لي زانيفيرسير لولادهم اعياد الميلاد ولا نفرحوا بهم دراري ولا القهوه باسكو سي ان صابلي برك الشكل يجي مختلف والعسل تاني كيعطيه انغو البنات كومسا. انا نكمل بنفس الطريقه ومن بعد نسخن الفور ديالي راهو لي كيسخن على كل حال، نسخنو على 180 درجه 170 درجه نخليهم ربع ساعه 10 دقائق ربع ساعه نحيهم يعني هادوك خفاف يعني يطيبوا تاع بالخف. مالا نكمل ان شاء الله البنات ونتلاقاو. فوالا حبيباتي هاوليك الكاطو ديالنا واجد، انا طيبته ودالي في الفوغ 12 دقيقه يعني لصقته بالطريقه العاديه اللي لصقوا بها لي صابلي، وانا هنا استعملت شوكولا تاختين هذيك اللي تجي نوتيلا ستيل نوتيلا، والشكل الثاني درت له يعني سمايل الفوقاني درت له سكر غلاس ولصقته غير باش نبدل يعني وتجي شابه المنظر ديالها شباب. نقدروا نديروهم يعني في اعياد الميلاد ولا نقدروا نديروهم هكا لاطفالنا باش نحفزوهم مثلا نديروهم كهديه ولا قريت نطيب لك هاد لو كاتو يحس الطفل باهميه ديالو ويعني يبذل مجهود اكثر. هذه يا خواتاتي بالنسبه للوصفه تاع اليوم اللي صدقوني تجي بزاف بنينه. علاش لو كو برك تاع لو بور يجي هايل، لا مارغرين هذيك فيها لو كو تاع لو بور مع العسل يعني النتيجه كومسا. ودركا ما قعد لي غير نقول لكم خواتاتي دمتم في رعايه الله وحفظه، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.